زهقنا من كلمة الاستثناءات، زهقنا من كل ما يحصل حاجة يقول لك أصل ده استثناء، الموسم ده استثناء، إحنا بقى لنا 100 موسم في الاستثناء ده، السنة اللي فاتت موسم استثنائي، السنة اللي قبلها موسم استثنائي، وبعدين عايزين الدنيا تمشي علشان الأمور وبعدين خلي الناس تفتكر أن الفترة فترة اللجنة الخماسية كانت فترة جيدة جدا، الكل كان بيحاول بدون أن يكون له طموح في أن يكون متواجد في اتحاد كرة القدم اللي جاي في اللي هيجي بالانتخاب، وتجبر اللي بعديك أنه يشتغل كويس. لكن الدنيا عايمة، سايبينها عايمة، ماشي. أنا بس بأحذر وبأكرر وهقول الكلام اللي أنا قلته من أسبوعين، إن من أسبوعين أنا قلت لحضراتكم، قلت لكم أنا عندي الأسماء وأسماء اللاعبين اللي الأندية عايزة، اللي النادي عايز يجيبهم، النادي الفلاني عايز يجيبهم علشان يتم فتح الاستبدال لصالحه. أسماء اللاعبين باك رايت وسيرد باك وستوبر ومهاجم، وعندي أسماء اللاعبين اللي بيتفاوضوا معاهم، وعندي الناس اللي عايزين يجيبوهم. وقلت لحضراتكم إن أنا مش هتكلم احتراما لأن دي حاجة ما تخصنيش، ماليش علاقة بيها، اللي عايز يجيب يجيب، ما عنديش مشكلة. لكن ما تغيرش اللائحة. لكن عندما يتم او ان هناك كلام عن ان يكون هناك تغيير في اللائحه، لا اتكلم وهفضل اتكلم، وهتكلم في شهر واحد تاني، وهتكلم نفس هذا الكلام في شهر واحد تاني، لان الناس كلها الكلام اللي انا قلته من اسبوعين بيحصل دلوقتي، ان كل الزق وكل الاتجاهات رايحه، الناس عماله تزق وتضغط على اتحاد كره القدم او على اللجنه الخماسيه ان هم يفتحوا الاستبدال. فمن فضل حضراتكم خلينا نشوف مصلحة كرة القدم، خلينا نشوف ان اتباع اللوائح والقوانين ده شيء هام جدا، ويجب ان يتم اتباع اللوائح والقوانين على الكل، بداية من النادي الاهلي متصدر الدوري العام لغاية اقل نادي او لغاية النادي رقم 18 انا مش عارف مين. فلما تبقى الاندية الكبيرة هي اللي بتصدر المشاكل والازمات، اما الاندية الاقل هتعمل ايه؟ اقل بطولات مثلا، كلهم انديه على دماغنا من فوق ولكنهم اقل امكانيات واقل بطولات وكذا وكذا، يبقى الله يكون في عونهم بقى، هيعملوا ايه لما البعض من الكبار مش مستحملين؟ امال الانديه اللي اقل هتعمل ايه بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده؟ اتمنى ان يكون السكوت ده مش معناه الرضا، اتمنى ان هو يكون السكوت اللي معناه ايه؟ اللي معناه ان يا جماعه احنا عندنا لائحه وماشيين عليها، وبالتالي الموضوع مش محتاج ان احنا نتكلم فيه. اتمنى ان يكون كده، هنفضل نتكلم وهنفضل نتكلم في الموضوع ده. ساعتها بالمناسبه لما يحدث كده انا هطلع اقول هدي اللجنه الخماسيه حقها، اقول يا جماعه انا كنت متسرع وكنت شايف ان هناك بعض الامور الخاطئه وانا شفتها غلط، هقول كده على الهوا، ما عنديش مشكلة. بالمناسبة أنا اللي يهمني مصلحة النادي الأهلي، ويهمني إن النادي الأهلي يتم تطبيق اللوائح والقوانين بس، مش عايزين حاجة تانية. النادي الأهلي بالمناسبة عنده مشاكل، عنده مصابين، بمناسبة المصابين والهربانين والكلام ده كله، عنده ناس مصابين، الحمد لله ما عندناش هربانين، لكن عندنا مصابين، وممكن جدا ان احنا كنا نقول، لكن احنا عايزين نتبع اللوائح والقوانين عشان الدنيا تمشي بقى، عشان الدنيا. او الكبير دايما لما بيبقى شايف ان الامور ماشيه في هذا الاتجاه، زي ما حصل قبل كده السنه اللي فاتت، قلنا لكم عايزين ننهي الدوري يا جماعه قبل بدايه الموسم، قبل بدايه بطوله كاس الامم الافريقيه، قلتوا لا عند بقى وبتاع بعد بدايه الامور. طيب النادي الاهلي خد الدوري بالمناسبه، خد الدوري رقم 41 وما عندوش اي مشكله، ولكن كان عنده المشاكل الماديه ان انت ازاي التسويقيه، ازاي تسوق لاعبين في فتره زمنيه قصيره جدا. ما الانديه اللي بتشتري منك برضو انديه مش عبيطه يعني، انديه ذكيه جدا. فاتمنى ان يكون هناك اتباع اللوائح والقوانين هو السائد خلال الفتره اللي جايه. اتمنى ان يكون السكوت ان خلاص يا جماعه دي لائحه وموجوده واحنا ما اتكلمناش، ما حدش قال ان هي هتتغير، ماشي اتمنى ده، وساعتها هنطلع نقول ان كان اللجنه الخماسيه عندهم حق في كل ما حدث خلال هذه الفتره.